لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا سادة الحجاج الميامين رب إن شاء الله يوفقنا وإياكم ويفقهنا في الدين وكما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول الحق تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلق خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فرب سبحانه وتعالى علمنا أن الأشياء نقوم بها عندها مغزى عندها مقصد وخاصة هذه في العبادات فما حاجات علمناها فما حاجات ما نعرفهاش وقل ربي زدني علما ربي عز وجل لما حدثنا عن الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك بالنسبة للصيام لعلكم تتقون فالتقوى اللي هو خير الزاد كذلك بالنسبة للحج الحج اكيد انه عنده مقصد اكيد انه فيه منافع كثيره رب سبحانه وتعالى بيننا هذه الاشارات في كتابه العزيز وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما استنبطنا وعلمنا ومنها ما لم نعلم فاللهم علمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا مهم جدا انه لما نتحدث عن الحج نتحدث عن مقاصد الحج علاش ماشي تحج شنو المنافع اللي باش تستخلصها من الحج هذه الفريضة وهذا الركن من اركان الاسلام للحديث في هذا الموضوع الحديث عن اذا فضاء الحج ومقاصد الحج خاصة معانا فضيلة الشيخ عز الدين ثامر مرحبا بك سيدي مرحبا سيدي عش. ربي فضلك شيخ عز الدين الشيخ عز الدين ثامر اللي هو طبعا واعظ وامام خطيب شيخنا طبعا لما نتحدث عن الحج وكنا في حلقات ماضيه تحدثنا عن مفهوم الحج وعرفنا الحج وتحدثنا عن الاستعداد الحج الاستعداد النفسي والروحي وغيره والصحي اليوم نحب نركز على معنى مهم جدا اللي هو المقصد المغزى من الحج نحاول نجنليو الكثير من المعاني اللي فيها فوائد في مجالات كثيره فيها ابعاد شتى يستنفع منها الحاج فنحبوا نسالوا احنا ونحبوا نبينوا للحاج خلينا نقولوا له يا اخي علاش هو يتسال يا ماشي نحج الساعه اولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم عطر اللهم وسلم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم تحيه صلي ليك سيدي عبد الكريم وتحيه مالك. لكافه الساده المشاهدين والمشاهدات واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بمنه وكرمه وفضله انه كبير متعال اللهم مننا بدايه الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا كما كنت اشرت سيدي عبد الكريم خلقنا في هذه الدنيا لغايه كبرى ولغايه مهمه الا وهي عبادته سبحانه وتعالى، قال الله, الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا الله. ليعبدون. إينا. يا عبادي اني ما خلقتكم لاستكثر بكم من قله، نعم. ولا لاستعين بكم من على امر عجزت عنه، ولا لدفع مضرة ولا لجلب منفعة وانما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة واصيلا. الله في غنى عنا وعن عبادتنا. نعم نعم فالله عز وجل انما خلقنا في هذه الدنيا لنتقرب اليه بهذه العباده ومن هذه العبادات التي نتقرب بها اليه هذا الركن الخامس من اركان الاسلام الا وهو الحج, الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم وهالفريضة العظيمة هذه لها مقاصد كبرى نعم عندها مقاصد نفسيه روحيه عندها نعم. مقاصد تربويه نعم. ثم مقاصد اجتماعيه مقاصد اقتصاديه ايه نعم. الى غير ذلك من بين هذه أنا بالوحدة, بالوحده بالمجال بالمجال, بالمجال نعم. يعني اذا كان نبداو شيخ بالمقاصد التربويه النفسيه الروحيه اللي يعني يستنفع بها الحاج اللي يغنم منها الحاج في رحلته هالرحله العظيمه هذه رحله الشوق الحج المبرور في برنامج الحج المبرور ان شاء الله نعم المقاصد التربويه من بينها اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى قال أه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله انما وسلم. الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جميل انا اليوم وقت اللي حضرت الزاد والزواده مه. وماشي قصدت ربي باش نادي هالفريضه هذيه مه. الواش ماشي مه. يعني هل إني انا ماشي استجابه لامر الله سبحانه وتعالى والا ماشي باش يقولوا يا حاج فلابد انه الانسان يحط في باله انه اي عمل باش يتقرب به الرب سبحانه وتعالى راه واحد من جناحات هو الاخلاص لله قال الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما تفسير هذه الايه قال هو اخلص العمل واصوبه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال هو اخلص العمل واصوبه قالوا ما اخلص العمل واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه قال نعم. الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. نعم. فهذا مقصد عظيم من المقاصد التربويه الا وهو اخلاص النية لله سبحانه وتعالى عند اداء هذه الفريضه. نعم. من بين المقاصد التربويه كذلك سيدي عبد الكريم الصبر. نعم وبالحق معناها راهو الحاج وقت اللي باش يؤدي الفريضه هذه يحتاج الى الصبر والى الصبر والى الصبر نعم. بكل صراحه وانت باش تؤدي الاحرام تحتاج الى الصبر وانت باش تؤدي الطواف تحتاج الى الصبر وانت باش تؤدي السعي تحتاج الى الصبر عرفه ميناء مزدلف هذه كلها تحتاج فيها نقول انا بلغتنا الدارجه شكاير وشكاير من الصبر نعم بكل صراحه <applause> قال خالد بن معدان رحمه الله ما يصنع من يام هذا البيت إن لم يكن فيه ثلاث خصال قال اذا كان ما عندكش ثلاثه خصال هذوما متوفرين فيك انت ماشي ليش اللي هما حلم يضبط به جهله نعم تكون عندك صفه الحلم حتى كي يتعدى عليك واحد يدزك واحد يعفسك واحد وانت تطوف هل انك انت باش تحتسب الاجر لله سبحانه وتعالى ولا باش تقوم تسب وتلعن وانت تطوف بيت ربي سبحانه وتعالى نعم. فحلم يضبط به جهله وورع يحجزه عما حرم الله نعم. اذا كان ما يكونش عندك ورع يبعدك على الشيء اللي حرمه عليك ربي سبحانه وتعالى انت ماشي لاش وحسن صحابه لمن يصحب سيدي عبد الكريم راهو ثم ناس يمشي وحباب صدقني في مهم. اعوام مضت ناس يمشيوا احباب من هنا واصحاب يروحوا من غادي متعركين لا حول ولا قوه وانت تعرف وانه معناها اللي متعاركين اعمالهم لا ترفع الى الله سبحانه وتعالى نعم فانا ماشي باش نتقرب من ربي سبحانه وتعالى باداء هذه الفريضه مانيش ماشي انا اليوم باش نعارك ونخاصم ونتقاطع مع العباد ونتشاجر مع العباد وحتى كان سبني وحتى كان تعدى عليا وحتى كان أعمل لي ما لي انا يا أخويا ماشي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وذلك علاش انه حج يعني شيخ يعني آه ودون ولم يرفث ولم يفسق فانه رجع كيومي وردته امه فهناك يعني مناطات هناك يعني شروط ان يعني العباده ان صحت العباره حتى نقول انسان يروح من الحج ويقول ان شاء الله حج مقبول فمن بين ذلك انه ما يرفثش وايضا في الجانب الـ الـ الروحي الجانب النفسي هذا هناك ايضا مساله مهمه ايضا شيخنا اللي مع جانب الاخلاص اللي هي مساله التوحيد انه نوحد المولى سبحانه وتعالى باعتبار انه هذا من من اهم المقاصد لما قال ربي سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لانه لما ربي سبحانه وتعالى يقول واذ بوانا لابراهيم مكان مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا فالانسان وقت اللي يتوجه للكعبه كذلك ويمشي الحج فانه يوحد المولى سبحانه وتعالى ويتذكر انه الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وأن الوهاب هو الله سبحانه وتعالى ويستحضر معاني اسماء ربي عز وجل وصفات المولى سبحانه وتعالى ومعاني الصبر كذلك الصبر اللي يستحضر من خلال القصه كيفاش بنات الكعبه كيفاش كان السعي بين الصفا والمروه كيفاش يعني سيدنا ابراهيم وسيده هاجر يعني كيفاش معاني الصبر الكل يعني كل تركينا في الحج لو كان ترجع القصه انت في بناء الكعبه وكيفاش السعي وكيفاش الطواف وكيفاش تلقى انه كل قصه من هذا جليلك معنى من معاني الصبر نعم هو سيدي قالوا انه ابراهيم ابن ادهم رحمه الله رأى رجلا يحج على قدميه <applause> قالوا وين المركب متاعك معناها كيفاش ماشي للحج على سقيك قالوا لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها قال كيف ذلك قال إذا نزلت بي نعمة أركبت مركب الشكر الله الله وإذا نزلت بي مصيبة أركبت مركب الصبر نعم وإذا دعتني نفسي إلى معصية علمت أنه لم يبق من العمر إلا قليل فقال له ابراهيم ابن ادهم رحمه الله سر باذن الله فوالله انت الراكب وانا المشي نعم اليك الهي نعم قد اتيت ملبيا فبارك الهي حجتي ودعائي قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي ان ترد بكائيا كفاني فخرا انني لك عابد فيا فرحي ان صرت عبدا مواليا اليك الهي قد اتيت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شوف يعني وهالتلبية كما قلت يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وتوحيد الله سبحانه وتعالى والمعنى التلبية أنه التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وشيخ لما تحدثت أيضا على معنى الصبر فأنه الحج هو مدرسة مدرسة نتعلم فهم المجاهدة والصبر رأولهم يقولوا الصبر والمجاهدة مش معناتها باش نخوفوا الحاج وباش نقول له لا راه وزمك راه كي تمشي غاديك بمعنى انه وكانه الحديث عن الصبر باش يكون مسكن او باش يكون حاجه باش نقول, نقول لك بها يزمك يعني تحضر روحك باش تكون فما ربما مشاكل او شيء من هذا لا لا مش بالمعنى هذه الحج هو سفر والسفر قطعه من العذاب من العذاب سبحان الله انت يا راك مسافر بالحق لانه لانه سيدي اللي باش يخليك تصبر وقت اللي يؤذيك بشر هو الصبر نعم <applause> اذا كان عندك عده من الصبر باش تتحمل اللي باش يخليك تأدي الطواف على قاعده وتقوم الصباح وتمشي تصلي صلواتك حاضره فما ناس سبحان الله معناها راهو يمشي نهار اللي يحطوه في الاوتيل مشى يعمل عمرته ولا عمل الطواف نتاعه ما عاد يخرج من الاوتيل الا نهار اللي, اللي باش يمشي العرفات سيدي راهو بالحق معناها انت ماشي غادي لازمك تغنم يا سيدي نعم انت ماشي غادي راهو باش تأدي صلواتك معناها خلف امام الحرم باش تنال الاجر زادة. اللي يخليك تأدي هذايا هو الصبر وانك مجاهده وتتحمل ربي سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين نفسك صعيبه صحيح وتشبت نعم. وتجبد فيك التالي لكن قال محمد ابن المنكدر كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت لي وهذا يعني فيها المخالطة وهنا شيخ لما تحدث عن الصبر مش فقط في أداء النسك الصبر يتبين كذلك حتى في علاقتك مع خيانك يعني في أنك تنتظر على في المسعد لسانسور وقت اللي أنت خارج مثلا من من, يعني من الصلاة والناس الكل مثلا مروحة ربما في وقت واحد والناس الكل تلقاها تدخل للنزل وشدين صف ما شاء الله معناتها تلقاهم وأمام المسعد الكثير يحب يطلع قبل الاخر فلهنا نحتاج الى الصبر والى مجاهده نعم والى ايثار كذلك نعم نعم اني نؤثر الانسان اللي هو يعني أنت سبحان الله لأكبر مني عمر اللي ربما صحت يعني مش كيفي انا فلهنا الصبر يتبين المعنى متاعه من خلال خلق الايثار كذلك نعم, نعم كذلك سيدي انا نقول لما ذكرنا معناها مساله التوحيد التي تظهر من خلال هذا الشعار شعار التلبيه. آه. الله سبحانه وتعالى لما قال: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى آه كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اي المنافع قال, قال ابراهيم عليه السلام: يا رب كيف ابلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ وهذه بشاره بالله لكل انسان مشتاق انه باش يزور اذا كان كاتب لك عند ربي سبحانه وتعالى اللي انت باش تعمل حجه ولا باش تعمل عمره اراه بقدره الله ما تنتقل للرفيق الاعلى الا ما تادي المنسك نتاعك. فقال كيف ابلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال الله عز وجل يا ابراهيم عليك بالنداء وعلينا بالبلاغ. الله فوقف ابراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه الله. قالوا لما قال هذا الكلام تواضعت الجبال الله. حتى بلغ الصوت كامل أرجاء الأرض نعم. حتى من كان في الأصلاب في أصلاب الرجال نعم. وأرحام النساء وكتب الله عز وجل أنه يحج اجاب وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك, شريك لك لبيك اللهم لبيك وهنا شيخنا وانت تتحدث على معاني الايمان والتوحيد ونعرف انه من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر وهك المشهد العظيم اللي نشوفوه نحن الحجاج تقريبا يعني ناس كل بلباس الاحرام فالناس متجرده هناك معاني من التجرد من المخيط مش تجرد فقط يعني من اللباس اللي هو المخيط، هناك تجرد اللي هو من الانانيه أن تجرد من من كثير من الاشياء اللي هي ربما نعم مركوزه نعم في بعض الناس نعم انه باش يتخلى منها ويتجرد منها، نعم فما قيم ومقاصد فك السعي، فما هك المشهد اللي نقاو الناس الكل في صعيد واحد وفما نعم مساواه وكانك تستحضر اللي انت سبحان الله لحظة من لحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم يوم القيامة. نعم فالمقصد هذا الإنسان يقول لك سبحان الله كأني في يوم الحشر. نعم لهذا من يعني من أركان الإيمان نعم الإيمان باليوم لا الآخر. فرق لا فرق لا بين غني وفقير سبحان الله. ما تفرقش ولا كبير وصغير لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. ارى الناس اصنافا ومن كل بقعه اليك انتهوا من غربه وشتات تساووا فلا الانساب فيها تفاوت لديك ولا الاقدار مختلفه. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. راهو مقياس التفاضل والناس لابسه البشاكره نتاعها أه هو التقوى نعم. مقياس التفاضل بين الناس تقواك لله سبحانه نعم. وتعالى هذا هو المقياس الرباني اه اللي جعلوا ربي سبحانه وتعالى للتفريق بين هذا وهذا، مش نعم. انت قد تملك والا انا قد نملك والا انت شنو تخدم والا انا شنو نخدم، ماكشوف يعني تشوف انت وقت اللي تبدا الطوف ما تنجمش تفرق انت اليوم بين صحيح. انسان غني وانسان فقير، صحيح. انسان عنده منصب عالي وعنده مكانه عاليه في هالدنيا وبين انسان بسيط ما عنده حتى منصب كلهم حتى يعني, ما كان. يعني نعم. حتى هك نعم. كان فما هكا ذره نتاع كبر والعياذ بالله يعني انسان يخرجها من قلبه، تخرج من قلبه لانه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كما يعني في حديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى هذا معنى مهم جدا اللي هو معنى التعارف اللي هو معنى الاخاء اللي هو معنى الايثار اللي هو معنى انه ان اكرمكم عند الله اتقاكم اللي هو معنى لا فرق بين أعرابين وعجمين الا بالتقوة. الا بالتقوى نعم. انه نحن سواسيا كما ذكر يعني في الاثر كاسنان المشط فسبحان الله هذا هذه معاني يعني عظيمه وجمه ايضا شيخنا فما الأعمال اللي بها في الحج؟ هي عندها مقاصد الرمزية متاع التجرد الرمزية متاع الطواف الرمزية متاع السعي بين الصفا والمروة الرمزية متاع الوقوف كذلك يعني لأن الحج ماهوش مجرد أعمال مش المسألة هي باش نقولوا كيما فما شكون يقول لك يعني يعطي شبهات، ما نقولوها نقولوها، يقول لك شبهات انه الحج كأنه فيه مظهر من يعني مجرد طقوس هي فقط أو كيما قال سيدنا عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود، يعني اعلم يعني أنه أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، إذن القضية مش قضية أنه يعني مجرد أعمال مفرغة من الروحانيات نتاعها أو مجرد طقوس، لا، وإنما هي مقاصد عظيمه وانما هي رمزيه كبيره في كل عمل وكل سلوك. يا إيه سيدي تو التجرد مثلا التجر التجرد عندما نقوم به يعني زياده على انك انت اليوم باش تتجرد من المحيط والمخيط بالنسبه لل نعم. للرجل نعم يعني انت لابد ان تتجرد من الانانيه لابد انك تتجرد من النرجسيه تتجرد من كل صفه مذمومه نعم. وأن تتحلى بكل صفة محمودة يعني أسلوب التخلية والتحلية, والتحلية. باش يكرمك ربي باش يكرمك ربي بالتجلي الله الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الله. ينزل الله عز وجل على حجاج بيته الحرام كل يوم عشرين ومئة رحمة الله. ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين اللهم يعني فأنت اليوم منهم. بشيك المكربي ربي سبحانه وتعالى بهذه الرحمات لابد أول حاجة أنت معناها قال على وضوك يا سيدي خليفة أنت أول نقطة باش بها هل انك انت وقت اللي تجردت اليوم تجردت من كل صفه مذمومه اللهم اهدني لصالح الاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها انت اليوم اذا كنت تجردت من كل صفه مذمومه وتحليت بكل صفه محموده يعني راه ربي سبحانه وتعالى سيكرمك بهذا التجلي وهنا يتحقق المقصد من الحج نعم. نعم ويكرمك رب سبحانه وتعالى بهذه الرحمات التي ينزلها على حجاج بيته الحرام الطواف كذلك نعم. ونحن نطوف بالبيت لابد انك تتعلم ضروره الدوران حول عقيده التوحيد الله الله امنيه كل انسان ان يموت على التوحيد سيدنا يوسف بعد أن بلغ ما بلغ شنية الأمن يمتع ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما اللهم أمين وألحقني بالصالحين أمين يا باري الكون في عز وتمكيني وكل أمر جرى بالكاف والنون يا من علمت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني وقد أتيت إلهي بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني نعم فالغاية هي أنك تتعلم ضرورة الدوران والتمسك بعقيدة التوحيد وأنت تطوف بالبيت نعم تتفكر انه راهو البيت هذاك كانوا فيه 360 صنم سيدي. نعم. آه ضروره الابتعاد عن كل مظهر من مظاهر الشرك الاصغر والاكبر وان توحد الله سبحانه وتعالى الذي قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يقول سبحانه اني انا الله لا اله الا انا من اقر لي بالوحدانيه ادخلته حصني ومن ادخلته حصني امن من عذابي نعم كذلك نعم. اليوم انت تسعى, تسعى بين, بين الصفا والمروه الله. تتعلم ضروره التوكل على الله سبحانه وتعالى تتذكر الرمزيه متاع قصه السيده هاجر نعم وهي تسعى تبحث عن الماء لرضيعها نعم. أه؟ يعني ضروره التوكل على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا نعم. اهميه التوكل على الله في كل امر وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين نعم. ولذلك شيخنا يعني لفظ السعي كذلك كل عمل في خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله. نعم و يعني كقائم الليل وصائم النهار. الله. فشوف اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين. نعم. فليكن سعيك على الأرملة، على المسكين كذلك نعم. سعيك في فعل الخير. حتى أنك تسعى. غادي سيدي نعم. حتى غادي وحنا نتعاونوا إيه نعم. يوم ونقضي حاجة خويا وحاجة تكل الحاج الكبير وأمي الكبيرة اللي ما تنجمش ونقضي لها حاجتها ويا أمي شنو تحب ونمشي نقضي لك ونعمل ونعاونك جعفر الصادق رحمه نعم الله ماذا قال قال إن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته الله فإن استطعت أن تكون منهم فافعل نعم وهم نعم الذين يمشون في قضاء حوائج الناس نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس, للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم نعم انت لو تلقى حاجه كبير ولا حاجه نعم. كبيره وتحاول باش تعاونها باللي تقدر وتدعي لك برا يا وليدي ربي يبارك لك وربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى شوفك الدعوات محلاها اللي تخرج من انسان نعم. كان في غمه وكان في كرب وانت حاولت باش تكشف عليه هيك الغمه حاولت باش تفرج عليه الكرب شكرا لك شيخ عز الدين ثامر على هذه الاضافات وعلى يعني هذه المعاني المركوزه في الحج التي تجليتها لنا وذكرتنا بها ما بذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين وهذه من مقاصد الحج هو الذكر ان نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ان نداوم على الطاعه كذلك رب سبحانه وتعالى اجعل لنا منافع كبيره في الحج ايضا حتى على المستوى الاقتصادي كذلك والمستوى المستوى المادي ربي سبحانه وتعالى جعل لنا منافع نشهدوها كذلك في الحج فمقاصد عظيمة على مستوى العق... العقائدي على مستوى التربوي على مستوى الروحي على مستوى الاجتماعي على مستوى الأخلاقي على مستوى الاقتصادي كذلك حاجة كبيرة يسر الحاجة يعيشها مع ربي سبحانه وتعالى وأهم من هذا الكل خاصة هو الإيمان لأنه كما يعني نعرف أنه الإيمان يزيد بالتقوى و... و... وينقص بالمعصية يزيد بالتقوى ويزيد كذلك بالعمل الصالح ومن أحب الأعمال الصالحة في العشر من يعني ذي الحجة طبعا اللي هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى هو الحج كذلك كما تفضل فضيلة الشيخ أنت موجود في هذا المكان هذاك مع أنك تأدي نسك متاعك رد بالك مع أنك تأدي نسك فقط ما تكونش أناني تأدي نسك ولكن يكون عندك خلق الإيثار وخلق الصبر وخلق الرحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حتى حتى بالفعل الحج يكون غير فيك حاجات ويكون أضاف فيك حاجات باهية وهذا نحب نوصلوا به إن شاء الله في حجنا لأنه خير الزاد ألا هو التقوى وتزود فإن خير الزاد التقوى رب إن شاء الله يجعلنا المتقين ويجعلنا إن شاء الله من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه شكرا لك مرة أخرى فضيلة شيخ الدين ثامر مازال زال عنا إن شاء الله طبعا حديث معك في بعض التفاصيل الفقهية الأخرى إن شاء الله تبعونا وتكونوا معنا إن شاء الله الحلقات هذه راه يعني موجودة على ايضا صفحه الوزاره وزاره الشؤون الدينيه كذلك مؤسسه التلفزه الوطنيه تعاودوا تسمعوها ما يسالش خذوا ورقه وستيلو وتبعونا واكتبوا معنا وقيدوها وباذن الله ان شاء الله يعني تتزودوا ان شاء الله بمعلومات مهمه جدا وتذكير ان شاء الله بكثير من الاشياء اللي نفيدكم بها ان شاء الله ونحاولوا ان ان شاء الله نقدمو لكم ان شاء الله حاجه تنال رضاكم واستحسانكم شكرا لكم اعزائنا المشاهدين حجاجنا الميامين ان شاء الله ربي يتقبل منا واياكم اجمعين وان شاء الله كنا اشواق لحج مبرور في برنامج الحج المبرور رب ان شاء الله يجعل حج مبرور وذنب مغفور امين يا رب العالمين والى ان نلتقي ان شاء الله في حلقه مقبله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك